الانيشيتيف نتاع مروج ايرلاينز هي دون لو كادر دان بارتناريا صار ما بين كيف كيف انترناسيونال وجمعيه لوكال هنا جمعيه متساكنين المروج اثنين اللي زاد معاهم في البارتناريا فما لاجونس ناسيونال بروتيكسيون دو لافيرونمون صارت سوليسيتاسيون للباس كبيرو تونس برنامج دعم المجتمع المدني مكتب تونس انه يكثف معناها دوتر كونتريبيوسيون شنو لي بوسيبيليتي في الاسباس هذا خاطر الفكره مش بركه انه تتزين الطياره الفكره هي اعاده معناها احساس المواطنين المتساكنين خاصه القراب هنا انه هذا فضاء عمومي اللي هو ملكهم خاطر المنتزه هذا كان بالحق معناها كان ناجح برشا في فتره معينه وبعد ولا كما يقولوا الناس يوحش معناها ما كانش فيه اكتيفيتي حتى الطياره بدات تخيخ والتران وبرشا حاجات دونك ليدي كانت انه شنو ما لي كوليكتيف ولا الجمعيات ولا لي زاكتيفيست معناها الناشطين في السوسيتي سيفيل ستركتوري مو ستركتوري انهم شنو ينجموا يقدموا ليدي تان رمونت ا كيلكو تان ديجا كان ميم ابري لا ريفولوسيون que le meilleur moyen d'être solidaire avec vous, c'était d'intervenir aux côtés de la jeunesse, sachant qu'en France, on a, je crois, 800 000, 900 000 Tunisiens d'origine ou fils d'eux. Donc tout le monde connaît au minimum un Tunisien. Et la révolution a fait qu'on était très intéressés par ce que vous faisiez. La deuxième, c'est un devoir de solidarité parce que vous avez montré l'exemple. Donc c'est clair, c'est un devoir de solidarité internationale pour nous avant tout. On l'interprète à travers les cultures urbaines et la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse est majoritaire, ultra majoritaire chez vous, et qu'elle a ses moyens d'expression qui sont universels. Internet, Facebook, etc. Les mêmes musiques, ça s'entend, les mêmes films, et puis les échanges musicaux. Donc c'est le constat de départ. Donc à partir de ça, on a commencé à organiser avec les associations partenaires indépendantes. الدب ونحن بحكم نخدموا في الكولتور بوب نخدموا في الشارع برشا نخدموا في ليزيسباس فير برشا كي جاتنا انفيتاسيون من عند كيف كيف كلود حكى معايا وقال لي احكي لي على اليدي الكل سا نوزا انتيريسي باش نكونوا هنا ونحضروا في الايفينمون كله نكونوا في المروج مع الناس الكل معنا. صغار يجيو ديجا فما ساو سيستيم حاجه كيفاش منظرها يجي يحب يسمع الموسيقى يبانكو وذاك الكل ابري اون باراليل خاطر احنا نخدموا نحنا وفما مسار بحذانا قاعدين كريم قاعد يخدم في اتيليي نتاع اكريتور يحضروا في غناية نورمالمون الصغار كلها تبنك تجي يقعدوا مع بعضهم امبيونس تحفونا كي يضحكوا يفدكوا ما بتكتبوا في حاجه فوالا امبيونس عاملين جو الناس الكل شيخين معناتها كاينها حفله كبيره هي معناتها في الاخر بالكل والله نحس معناها اللي فرحه للصغار وحاجه باهيه كان عادي معناها ما في حتى شيء اما معناها كي يزينوا يعملوا حاجات يعملوا قهاوي هكا خير ولعب معناها يفرحوا الصغار هكا خير من قبل الصغار ديما تحب حاجات جديده يقولوا ما صار مثلا جت عندنا في قهوه في حاجات نتاع صغار لعب جديده كي سمعنا بالتظاهره الثقافيه ذي حبينا نجوا نشوفوا نكتشفوا شنو هو فيها شنو هو الاضافات اللي زادوها المنتزه وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله ديما نستلموا باهي بالنسبه ليفينمون نتاع الرسم هذايا باهي برشا والصغار يحبوا يشوفوا ويتعلموا وان شاء الله ديما نلقاو حاجات تفرحنا وتفرح صغيراتنا.